الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد حياكم الله ومرحبا بكم في هذه المادة ونحن الآن في باب أفعال المقاربة قال الناظم ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارئ لهذين خبر مر معنا في الدرس السابق عن الاحرف الناسخة ونأتي الان الى الافعال الناسخة والافعال الناسخة او ما يسمى بافعال المقاربة ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول افعال المقاربة والثاني افعال الرجاء والثالث افعال الشروع وسمي هذه الافعال كلها سمي هذه الافعال كلها بافعال المقاربه من باب التغلب اي غلب على استعمال العرب تسميه هذه الافعال بافعال المقاربه مع ان افعال الرجاء وافعال الشروق من حيث المعنى مختلفا وهذه الافعال الثلاثه افعال المقاربه افعال الرجاء وافعال الشروق كذلك كل واحد منها تختلف في المعنى فافعال المقاربه للدلاله على قرب بكوء الخبر وهي كاد وكرب وأوشك مثل كاد الثمر يطيب فهنا آه قرب الثمر يطيب أي بمعنى أن الثمر آه قريب قريب زمان آه طيبه أي هذا آه يخبر عن وقوع عن قرب وقوع طيب السماء او الثمر والثاني أفعال الرجاء وهي الدلالة على رجاء وقوع الخبر اي نحن نرجو عن شيء وذلك بما دل عليه الخبر وأفعل الرجاء عسى وحر وإخلا فإذا قلنا عسى الأمن أن يدوم فهنا نحن نرجو أن الأمن أن يدوم أي نحن نرجو دوام الأمن فنحن نرجو شيئا ثم عبرناه بالخبر هذا هو أفعال الرجاء أما الأفعال الثالثة وهو أفعال الشروع وهو ما دل على الشروع في الخبر أي نبدأ نبدأ في شيء ثم نعبرها أو نعبره بالخبر وهي كثيرة جدا منها جعل طافق أخذ علق أنشأ هب شرأ وغيرها نحو شرع الخطيب يتكلم أي بدأ الخطيب يتكلم هذه هي أفعال الشروع وهذه كلها يسمى بأفعال المقاربة من باب التغليب فأفعال الشروع وأفعال الرجاء من حيث المعنى تختلف تختلف من أفعال المقاربة وهذه الأفعال المذكورة أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروق ترفع المبتدأ ويكون اسما لها ويكون خبره خبرا لها في محل نسب فلا يكون الخبر في هذا الباب الا جمله الخبر في باب افعال المقاربه لا بد ان يكون جمله او في الغالب اكرر ان الخبر في باب أفعال المقاربة لا بد أن يكون جملة واقعة في محل نسب فيكون أفعال المقاربة تتطلب خبرا واقعة في محل نصب اي تتطلب جمله واكئه في محل نسب ويشترط الجمله في باب افعال المقاربه حتى تكون خبرا لها ان تكون فئليه فئلها مُضَارِعٌ هذا في الغالب يعني ياتي الجمله الفعليه فعلها مضارع حتى تكون خبرا في باب افعال المقاربه وقد تاتي ماضيا وقد تاتي ماذا ماضيا ثم قال الناظم وقونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عقسا في البيت الذي قبله نبه الناظم أن الخبر في باب أفعال المقاربة لا بد أن يكون جملة فعلية في محل نصب وفئلها مُضَارِعٌ فهنا في هذا البيت آه ناسب الناذب آه الذكر وذلك انه عسى لا ياتي او فانه عس عسى هنا أو في هذا البيت ناسب الناظم ببيان حكم اتصال هذا المضارع بأن المصدرية أي نحن قلنا أن خب أن الخبر في باب أفعال مقاربة لابد أن يكون جملة فعلية لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع ولما ذكر فئل مضارع فناسب ببيان حكم اتصال هذا المضارع بأن المصدرية فذكر هنا الناظم وهو ابن مالك أن عسى يكثر اقترانها بأن ويقل التجرد أي بمعنى أن بعد عسى فإن الخبر يأتي في كثير من الأحيان بان المصدريه ويكل عدم اقترانها بان المصدريه وقد وردت ذلك في ايات قرانيه ومثال ذلك قوله تعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح انظر هنا في جمله واكئه خبرا يأتي فعلها مضارع مقترنا بأن المصدريه عسى الله أن يأتي فعن يرد كثيرا مع أن المصدريه قبل المضارع ومثال ذلك أيضا قوله تعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك انظر هنا كذلك عسى يأتي بعده أو يأتي بعدها أن المصدرية قبل المضارع وهذا يعني يفيدنا فائدة أن مجيء أن ما عسى كثيرا أو غالبا في الجملة واقعة خبر وقد يأتي عسى بدون أن يأتي عسى بدون أن ومثال ذلك قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصاره انظر في الجمله الفعليه واكئة خبرا فعلها مضارع هنا لم يقترن بأن المصدرية يكاد البرق يخطف عفوا هذا المبحث الذي بعده وهذا كاد هذا كاد يعني إذا كنا مثلا عسى لم يقترن بأن المصدرية في مضارع نحن نقول عسى الطالب يحضر عسى الطالب يحضر فهنا عسى الطالب يحضر هنا يحضر لم يقترن بان المصدريه فهذا قليل في اللغه العربيه فان الاكثر ان عسى ياتي معها ان المصدريه مع المضارب و ياتي بعد عسى كاده وَكَادَ عكس عسى بمعنى أن مع كاد أن الأكثر لا يأتي معها أن المصدرية ومثال ذلك قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم فهنا يكاد البرق يخطف أبصارهم فكلمة كاد هنا كاد هنا لم يأتي معها أن المصدرية بخلاف عسى فعسى الأكثر فيها أن يأتي بأن أما كاد الأكثر فيها ألا يأتي بأن وإن يؤتى بأن فإنه يجوز لكنها أو لكنه قليل ومثال ذلك قول تعالى فذبحوها وما كادوا yaf'alun undur wa ma kadu yaf'alun huna kada kadu aidan fil akthar minhu anahu la ya'tiya bi an al masdariyah fa idza mathalan aradna bi kada ama an al masdariyah nahnu kada as samau antum tir كاد السماء أن تمطر فهنا كاد السماء أن تمطر مجيء كاد مع أن المصدرية هذا يجوز لكنه قليل والأكثر في كاد أن, يأ... أن لا يأتي بأن المسدرية مع مضارئها إذن آ... بالنسبة لي عسى الأكثر فيها إتيانها بأن المصدرية مع مضارئها ويكل عدم إتيان أن المصدرية أما كاد فعكسه يعني مجيئه مع أن المصدرية في مضارئه هو الكثير وعدم مجيء أن المصدرية مع مضارئه هو القليل ثم نأتي إلى البيت الذي بعده وألزم إخلالك أن مثل حرا وبعد أوشك شك انتفى ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع ذئ وجبا في هذين البيتين أراد الناظم أن يبين لنا بقية الأفعال من حيث التشبه بعسى او بكاده من حيث التشبه بعسى او بكاده نحن نكرر الان ان عسى الاكثر فيها اتيان ان المستريح مع مضارئها وان كاده الاكثر فيها عدم اتيان ان المستريح مع مضارئها وهذه الأفعال إخلاو رقاء وحر وأوشك وكرب بعضها يشبه عسى وبعضها يشبه كذا فبعض هذه الأفعال يشبه تماما وبعضها يشبه نوعا ما فنأتي الآن مع حر نأتي الآن مع حر فحرى مثل عسى في الدلالة على الرجاء حرى معناه عسى أي للدلالة على الرجاء فإذا قلنا حر الغائب أن يعود حرى الغائب أن يعود فهنا نحن نرجو أن الغائب أن يعود حرى المدرس أن يشرح أي نحن نرجو من المدرس أن يشرح الدرس فحر هنا بمعنى عسى أي للدلالة على الرجاء والفرق بين عسى وحر أن حر يجب في خبرها أن يكون متصلا بأن فإذا كان عسى الأكثر أن الخبر لا الأكثر أن الخبر يأتي بأن مع المضارع أما حر فإنه من الواجب أن يأتي الخبر بأن مع المضارع وكذلك إخلالك إخلالك كذلك آه هذا للرجاء لك المجاهد في سبيل الله ان ينتصر لك هناك كذلك آه بمعنى آه الرجاء لكن آه الرجاء في الزمن آه الماضي اخلولك المجاهد في سبيل الله ان ينتصر اي نحن آه نرجو ان المجاهد آه ينتصر في لكنه للزمان الماضي وكذلك أن إخلاء هذا مثل حرا في وجوب إتيان أن المصدرية مع المضارع في جملة واقعة خبر فنحن الآن عرفنا أن أفعال الرجاء عسى وحرى وإخلاء لقاء فعسى الأكثر فيها إديان أن المصدرية مع المضارع أما حر وأخلاق لقاء فإنهما يجب إديان أن المصدرية مع مضارعهما ثم نأتي الآن إلى أوشكا فأوشكا يكثر اقتران خبرها بأن أوشكا من أفعال المقاربة أوشكا من أفعال المقاربة في المعنى وهو في المعنى للدلالة على وقوع أو على قرب الوقوع لكن من حيث اقتران اقترانها بأن هو مثل حشا فأوشك يكثر اقتران خبرها بأن ويكل التجرد بمعنى أوشك مثل عسى في أو من حيث الاقتران بأن مع المضارع فإذا قلنا أوشك الدرس أن ينتهي أوشك الدرس أن ينتهي هذا هو الكثير فإذا قلنا أوشك الدرس ينتهي فهذا يجوز لكنه قليل ثم قال الناظم ومثل كذا في الْأَصَحِّ كربا وترك ان ذِي الشروء وجب كانشا الساك ويحدو وَتَفِكَّ كذا جعلت واخذت والك ثم في هذين البيتين اراد الناظم ان يبين لنا بعض الافعال التي تشبه ب كاد إما شبها تاما أو شبها جزئيا ففي البيتين السابقين عرفنا بعض الأفعال التي تشبه بأعشاء فهنا سنعرف كثيرا على بعض الأفعال التي تشبه بكادة ونأتي مع الأول من هذه الأفعال أه أول أو أول هذه الأفعال هو كاروبا فكاروبا مثل كادا في المعنى وفي من حيث الاقتران بأن كاروبا كذلك من أفعال المقاربة فإذا قلنا كاروبا الأذان يأتي آه كاروبا كرب الاذان ياتي فكرب بمعنى اي ان وقت الاذان سياتي قريبا فهذا مثل ان نقول كذا الاذان ياتي هذا من حيث المعنى فانه مثل كرب ومن حيث اقتران خبرها بان كذلك هذا مثل كذا تماما فيكون كرب الكثير فيها تجرد خبرها من ان المصدرية ويقل اقترانه بها فإذا قلنا آه "كاد الدرس أن ينتهي" هذا يجوز كاد الدرس أن ينتهي هذا يجوز لكنه قليل فالأكثر أن نقول آه "كاد الدرس ينتهي" بدون ان المصدرية ثم من من الافعال التي تشبه كاد شبها او شبها جزئيا هو ما دل على الشروط في الفعل اي افعال الشروط فافعال الشروط افعال الشروط يشبه كاد شبها جزئيا فافعال الشروط لا يجوز اقتران ان المصدريه بالمضارع لان هذه الافعال للحال ولهذا سميت افعال الشروع وان للاستقبال نحن عرفنا ان ان المصدريه هذا للدلاله على الاستقبال وافعال الشروع للدلاله على الحال فانه فهذا لا يمكن أن يجتمع بين النقيضين شيء يدل على الحال وشيء يدل على الاستقبال فلا يجتمع ما يدل على الحال ويدل وما يدل على الاستقبال فهنا جميع أفعال الشروع لا يجوز أن يقترنا بأن لا يجوز أن يقترنا بأن المصدرية ومن ذلك قوله تعالى وطافقا يَخْشِفَانِ عليهما انظر طافقا يخشفان مجيء طافقا هنا آآ آآ من غير أن المصدرية في المضارع أو إذا كنا أنسى السائق يحدو بدأ المدر شرع المدرس يجلس شرع المدرس يشرح و... و والى الأمثلة الأخرى إذا نحن عرفنا الآن أن ما يشبه كاد شبها تاما هو فعل كهرباء في الدلالة وفي اقترانه اقترانه ب أو في اقتران خبرها بأن المصدرية وما يشبه كاد شابها جزئيا هو جميع أفعال الشروع في عدم إتيان خبرها بأن المصدرية فإذا نحن عرفنا الآن بعض الأفعال التي تشبه عسى شبها تاما وجزئيا كما عرفنا بعض الأفعال التي تشبه كاد شبها تاما أو جزئيا ثم قال الناظم واستعمل مضارعا لأبو شكا وكاد لا غير وزاد موشكا في هذا الباب أراد الناظم أن يبين لنا مسألة أفعال المقاربة من حيث التصرف وعدمه فهنا أراد الناظم أن يؤكد لنا أن جميع الأفعال التي تندرج تحت أفعال المقاربة أغلبها لا تتصرف أي أغلبها جامدة أكرر جاء أغلب أفعال المقاربة كل أفعال المقاربة أغلبها جامدة إلا خمسة أفعال فقط نكرر مرة ثالثة أغلب أفعال المقاربة جامدة إلا خمسة أفعال فقط فالأول من أفعال المقاربة التي تتصرف هو كذا فقد ورد لها مضارع فكذا يأتي منه مضارع ومن ذلك قول تعالى يكاد زيتها يذيبه أي نحن قلنا أن الأصل في أفعال المقاربة إنما تأتي جامدة لا تأتي منها متصرفة إلا خمسة أفعال فقط فأولها كاد فإنه يأتي منه أو فإنه يأتي منها مضارؤه أو مضارؤها كاد يكاد يكاد زيتها يذيء إذا أخرج يده لم يكد يراها فهنا يأتي كاد بصيغة المضارع كذلك يأتي من كذا اسم فاعل ومن ذلك قول الشاعر أموت أسأل يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد أنا كائد أي أنا كائد ألقاه وأجازي به فهنا كائد بصيغة اسم الفائل فهنا كاد متصرف نوعا ما وليس متصرفا تاما والثاني فئل اوشك فقد ورد لها مضارع كما في قوله تعالى يوشك الفرات أن يحشر عن كنز من ذهب فيوشك مضارع أو فهنا أو يأتي متصرفا شبه التام أو نوعا ما وليس تاما فكذلك يأتي من أوشك اسم الفاعل وهو موشك ومن ذلك قول الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا فأنظر هنا موشكة موشكة يأتي بصيغة اسم الفاعل والثالث عسى عسى يأتي منه مضارع واسمه الفاعل والرابع طافقا كذلك يأتي منه المضارع لكن لعسى وطافقا ما كونه ذكره أو ذكرهما العلماء من أفعال المقاربة المتصرفة إلا أن المؤلف لم يجد لهما مثالا لم يجد لهما مثالا كذلك جعل، كذلك جعل. جعل يجعل. جعل يجعل فإن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. فجعل هناك ذلك يأتي منه المضارع. أما بقية الأفعال، فإنها جامدة لا يأتي منها غير الماضي لا يأتي منها غير الماضي فإذا عرفنا بعض الأفعال التي تتصرف من أفعال المقاربة فبعد الأفعال ورد كثيرا الشواهد وبعدها لم يأتي الشواهد من ذلك عسى وتفق لم يأتي الشواهد لكون هذين الفئلين متصرفا لكن ربما ذكر المؤلف هنا لمجيء من ذكر العلماء أن هذين الفئلين من الأفعال المتصرفة لذلك في البيت اقتصر الناظم ابن مالك في ذكر الفئلين فقط وهو كاد وأوشك في استخدام المضارع واسم الفاعل فإذا كاد وأوشك يأتي منها المضارع ويأتي اسم الفاعل إذا كاد وأوشك تتصرف ثلاثة تصرفات الماضي والمضارع واسم الفاعل هذا هو المشهور وهذا هو ما وجدها العلماء من الشواهد في تصرف هذه الأفعال أما غيرها من الأفعال فإنها ربما نادرة أو لم يوجد لها شاهد ثم قال الناظم بعد عسى إخلالك أو قد يريد غنًا بأن يفعل أنثان فكده هنا في هذا البيت أراد الناظم أن يبين لنا مسألة أفعال المقاربة من حيث التمام والنقصان فالأصل في أفعال المقاربة أنها كلها ناقصة أي أنها لا تكتفي بمرفوعها بمعنى أن الأصل في أفعال المقاربة تدخل إلى المبتدأ والخبر أو بعبارة أو بإبارة أخرى أن الأصل في أفعال المقاربة أنها تحتاج إلى المبتدأ والخبر فلا يكفي بمرفوع أو أنه تامًا أي أن الأصل في أفعال المقاربة كلها ناقصة أي تفتكر إلى المبتدئ والخبري إلا ثلاثة أفعال فقط قد تأتي ناقصة كما تأتي تامة وهي عساها وأوشك وإخلولك فعسى قد تأتي ناقصة تحتاج إلى المبتدأ والخبار وقد تأتي أنها تحتاج إلى فاعل فقط ومثل, ومثل ذلك أو شكا أما الأمثلة لعسى الناكسة فقد ذكرنا في الأمثلة السابقة في مبحثه ومن ذلك قول تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح هنا عسى تأتي ناقصة لأنها تحتاج إلى المبتدأ والخبر فالله لفظ الجلالة الله هنا اسم عسى وأن يأتي بالفتح جملة فعلية في محل نسب خبر عسى فعسى هنا ناقصة ل

والفعل ويكون في تأويل مصدر فاعلا لها أي نحن قلنا أن عسى لابد أن يأتي بجملة فعلية بعده فهنا إذا جاء تامة فإن الجملة الفعلية التي بعده لم تقع خبرا وإنما تقع في محل رفع فاعل في محل رفع أو في تأويل المصدر فاعل ومثال ذلك إذا كنا عسى أن تبرأ عسى أن تبرأ فهنا أن تبرأ جملة أو من والجملة من أن والفعل في تأويل المصدر Fa'ilun. Fi ta'wili al-masdari. Fa'ilun. Aya asa bur'uka. Asa bur'uka. Waka thalika. Mithalu thalika. Qawlu ta'ala. Wa asa an takrahu shay'a. Wa asa an tuhibbu shay'a. fa takrahu huna. Al-jumlah. Min an wal fil Fi ta'wili al-masdar. Fa'ilun. Asa. Fa'ilu. Asa. Wa Asa karohatuka hasa karohatuka wahadada. Lakin kama akulna. ana mabak dahsa labu daan yak tiaminhu uh, jumlah tun fi liyatun fi mudarek filghalib. Lakin hada in nama yang tabiku idalam yak tibak ismun zahirun yasih urafuhu bihi. فإن وليه مثل عسى أن ينتصر المجاهد فهنا عسى أن ينتصر المجاهد فهنا يجوز في عسى أن يكون ناقيصه كما يجوز أن يكون تامه فإن قدرنا عسى هنا مسنده إلى أن والفئل وما بعد الفئل مرفوء به فهي تام وما بعد الفئل مرفوع به فهي تامة وإن قدرنا ما بعد الفيل اسما لعسى مؤخرا وأن والفئة خبرها مقدم فهنا عسى آه ماذا آه نعكس أي إذا قلنا عسى أن ينتصر المجاهد هنا نحن قلنا آه أن أن ينتصر هنا جملة فئلية في محل نسب خبر عسى متقدم fi mahali nasbin khabaru asa mutaqaddim wa al huna ismu asa mu'akhar fa huna asa naqisah lakin idha qulna anna an wa al-jumla al-fi'liyah fi ta'wili al-masdar fa'il fa huna fa'ilu asa Fahuna asa tam Fahuna huna madha asa tam لكن في المثال الذي ذكرنا عسى أن ينتصر المجاهد الفرق بين عسى تام وبين عسى نَاكِسة لا تظهر وإنما تظهر إذا كان مع التثنية والجمع يظهر إذا كان مع التثنية والجمع فإذا قلنا عسى أن ينتصر al mujahidan au nakul asa an yantasiru al mujahidun fahuna al-dhamir fa'ilun wal ismu ba'dahu marfu'un bi asa wa taqulu tamam ai Hada idha na asa an yantasiru al mujahidan au asa an yantasiru al mujahidun fahuna asa tamah mata muna asa' Atama. At Afan idza qulna na asaan yang al mujahidan aw asaan yang tasiru al mujahidun. huna asa na kisah fahuna asa na kisah. Leana asaan yang tasiru fahuna uh, uh, jumlah likiyah. متقدم فالأصل عسى المجاهدان أن ينتصرا فإذا قدمنا الخبر فنقول عسى أن ينتصرا المجاهدان إذن إذا إذا كان في الفعل ضمير تثنية أو ضمير جمع فإن عسى ناكسه لكن Idalam yadharfi hitomi faasa taman man idaku na asa an yan al mujahidan. Wanakul asa an yan ta siro al mujahidun faasa huna ta di madha di annahu laha jata di annahu laisa huna ka ta kudihimun wata akhirun. Laisa huna ka ta dimun wata akhirun fa anna al fitla idata kodama. مع إذا تقدم على الفاعل فإنه يتجرد أو يكون مفرد فهنا يكون عسى تاما لكن إذا كان هناك تقديم وتأخير فلا بد أن يظهر في الفعل ضمير تثنية والجمع وحينئذ تكون عسى ناقصة ثم قال الناظم وجردا عسى او ارفع بها اذا اسم قبلها قد ذكر هنا في هذا البيت اراد الناظم ان يبين ما يختص بعسى من بين افعال المقاربه وهو انه اذا تقدم على عسى اسم وتاخر عنها أن والفئل جاز أن يقدر فيها ضمير يعود على الاسم السابق فتكون ناقصة والضمير اسمها والمصدر المؤول خبرها كذلك جاز أن تقدر خالية من الضمير فتكون تامة رافئة للمصدر المؤول ولا نحتاج إلى الخبر فإذا قلنا المريض عسى أن يبرأ. المريض عسى ان يبرأ فهنا يجوز ان يكون ماذا ان المصدر المؤول خبر ان المصدر المؤول خبر واسمها ضمير مستتر يعود على المريض فعسى هناك يجوز ان نقول ان اسمها مستتر ضمير مستتر هو اسمها وأن يبرأ هو في تأويل المصدر خبرها كما يجوز أن نقول أن أن يبرأ هنا من أن الجملة والفعلية في تأويل المصدر فاعل وهنا إذا ليس هناك ضمير مستتر كذلك أثر التفريق في هذه المسألة مثل ما بينا قبل القليل قبل القليل أنه إذا قلنا إذا قلنا المحمدان عسيا أن يستقيما المحمدان عسيا أستقيما والمحمدون عسوا أن يستقيموا فهنا عسى ناكصه عسى ناكصه والضمير الألف التثنية في عسى هو اسم عسى وأن يستقيم جملة فئلية في تأويل المصدر خبر عسى والمحمدون عسوا أن يستقيموا فعسوا هنا الواو هنا ضمير fi mahali nasbin ismu asa wa an jumlah fi'liyah fi ta'wili al-masdar khobaru asa hadha idan asa huna na tamah kulna idha al-muhammadani asa an wal-muhammaduna asa an yastaqimu fahuna asa تامة. عسى هنا تامه لأن أن يستقيم عسى أن يستقيم في تأويل المصدر فاعل وعسى أن يستقيم أن يستقيم جملة فعليه في تأويل المصدر فاعل إذا لا يحتاج إلى الضمير هنا عسى إذا كانت ناقصة يحتاج إلى ضمير وإذا أو إذا كان تامة فإنه لا يحتاج إلى الضمير. وهنا في مسألة عسى ها في كونه هل يحتاج إلى ضمير أو هل تقدر فيها الضمير أم لم يقدر فيها الضمير فالأصح أنه لا يقدر فيها الضمير أي بمعنى أن الأفصح أن نجعل عسى هنا تامة حتى لا نحتاج إلى تقدير الضمير لها ثم نأتي إلى البيت الذي بعده والفتح والكسر أجز في الصين من نحو عسيت وانت قلفته هنا في هذا البيت أراد الناظم أن يبين لنا الأمر الثاني مما يختص به عسى مما يختص به عسى فعسى يختص من بقية أفعال المقاربة بأن كونه يجوز في السين أو السين عسى أن يكون مفتوحا كما يجوز أن يكون مكسورا إذا كان مفتوح السيني فنقول أه أكرر أن عسى يجوز في السيني أو في سينها أن يكون مفتوحا أو مكسورا يجوز أن يكون عسى مفتوح السيني كما يجوز مكسور السيني إذا اتصلت به أه أحد الضمائر الثلاثة وهو التاء والنون وناء الفاعلين فإذا فتحنا السين في عسى فنقول مثلا عسيت وعسينا وعسينا وإذا كسرنا السين في عسى فنقول عسيت وعسينا وعسينا لكن الفتح هو المختار أو هو الأصح وهو كثير الاستعمال وهو المشهور أن المشهور في عسى أنه يكون مفتوح السين مع إذا اتصلت أحد الضمائر الثلاث التاء والنون ونا الفاعلين ومثال ذلك قوله تعالى: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ وقد ذكر أو ذكر ورود عسى في القرآن الكريم مع اتصاله بأحد الثلاثة في كونها مفتوح السين في كونه أو في كونها مفتوح السين. وإنما يأتي منه مكسور السين في قراءة أخرى في قراءة أخرى إذا قلنا أن عسى في الأصح أو في الأشهر أو في المختار أن أنه أو أنها تأتي مفتوحة السين في حالة اتصالها بالتاء والنون ونا الفاعلين هذا هو ما بامكاننا ان نتناوله في هذه المناسبه ونستعفيكم من جميع التقصيرات وارجو ان يكون الشرح مستوفيا لجميع الموضوع كما ارجو ان يكون الدرس واضحا واستعفيكم من جميع التقصيرات واختم ونختم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته